طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن التنمية وعن بناء الإنسان المصري، في طرف آخر في هذه المعادلة، ازاي نجحت التنمية اللي بتقودها الدولة وأيضا قامت ببناء الإنسان المصري، هذه المعادلة كيف نتج عنها استقرار الدولة المصرية؟ ما هو فيلم الفنكوش بتاع عادل إمام، والله اصله ساعات كده يبقى في حاجه انت ما تاخديش بالك منها الا بعد سنين. كان في فيلم زمان لعادل امام بيتكلم عن شيء وهمي اسمه الفنكوش. تمام، احنا لما قمنا بثوره 30 يونيو كنا عارفين كلنا ان الدوله المصريه يتربص بها اعداء، يتربص بها اهل الشر، يتربص بها الاخوان المسلمين، يتربص بها تركيا، يتربص بها قطر، يتربص بها قنوات بريطانيا الاستعماريه. صحيح. طيب فهم من اول لحظه، من يوم ما عملنا الاحتفال بتاع احنا هنحفر قناه السويس الجديده هتاخد قد ايه، 3 سنين، لا سنه واحده كفايه، من اول اللحظه دي وبدات الحرب حوالين الدوله المصريه هتعمل الفنكوش. مفيش مشاريع، مفيش قناه تتحفر في سنه بدل 3 سنين، مفيش مشروع مش عارف ايه في 6 اشهر بدل سنتين. تمام، مش بس كده، لما حصل ايضا ايام قناه السويس فكره تمويل القناه ويا مصريين اشتروا الشهادات، ده هيضحكوا عليكم وياخدوا فلوسكم، ده مش هيدوكوا فوائد، مش هيرجعوا لكم الفلوس، اصل ده فنكوش. وفجاه بقى هذا الفيلم السطحي اللي بتاع عادل امام اللي انا بحبه جدا اللي بيتكلم عن الفنكوش بقى الصواري اهل الشر والارهابيين والقتله والمنصات الاعلاميه شاغلين ذهنهم جدا بانه طول الوقت يقولوا على فكره ده فنكوش، محطات كهرباء ايه دي فنكوش، قناه السويس. وبعدين يبتدوا يستعدوا الناس على، خد بالك ده حكومه بتقول كلام ما بتعملش حاجه، دي بتبيع لك الفنكوش في نفس الوقت انت بتدفع ثمن سياساتها بدليل ان الاسعار ارتفعت والبرنامج الاقتصادي قاسي وما على فكره مش هيعملوا لك حاجه. اولا الدوله المصريه يعني كانت حاطه كده بلان، الاول نقول للمصريين انتوا اهل للثقه والتحدي فتقدروا تحفروا قناه السويس في سنه بدل 3، واحنا اهل للثقه والمصداقيه باننا هناخد الفلوس نشغلها في القناه وهنديكوا الارباح او العوائد وفي نهاية المدة هنرجع الفلوس، البرنامجين تموا، احنا اهل الثقة والقدرة والكفاءة كمصريين حفرنا القناة، والحكومة اهل المصداقية والثقة رجعت الفلوس وادتنا فوائدها. طيب يا عم دي حكومة الأغنية، طب انا بأزيل العشوائيات وبعمل برامج حمائية لمحدودي الدخل، يا عم دي بتشتغل في الدلتا بس فبعمل برامج في الصعيد وتصنيع في الصعيد واهتمام بالصعيد، يا عم دي ما بتهتمش بالتعليم دي دولة ما مش مركزة مع التعليم فنهتم بالتعليم، ده احنا كنا بناكل فاكهة مسرطنة والدولة مش مهتمية بصحة المصريين فنعمل برنامج 100 مليون صحة وقضاء على فيروس سي ونور حياة وصولا إلى التأمين الصحي الشامل. الدولة المصرية كانت ممكن تستهلك طاقتها ومجهودها ومجهود أبنائها في إنها تقعد طول الوقت ترد على الكلام الفاضي ده. صحيح. وتقول لهم على فكرة ما فنكوش، يقولوا لها لا فنكوش. الدولة قررت إنه تسير في طريقها يعني، وطبعا رمي أي حاجة تانية وراها. وإنه في النهاية قالوا الجمل بيطلع النخلة، قالوا أدي الجمل وأدي النخلة، إحنا هنعمل مشاريع، دي فنكوش ولا ما فنكوش، أدي قناة السويس، أدي إيراداتها، في عدد السفن اللي زاد قد كذا، الدخل القومي من قناة السويس زاد بسبب كذا، بمناسبة قناة السويس بنعمل تنمية محور قناة السويس، دي نتيجة، أدي قالوا الجمل بيطلع النخلة، قالوا أدي الجمل وأدي النخلة، مش هنتكلم كتير، إحنا على أرض الواقع. صحيح. لما بنقول احنا بنحارب العشوائيات ده شعار، لكن لما الناس تصحى كده المصريين يصحوا يفتحوا عينيهم من النوم في يوم يلاقوا في مشروع اسمه الاسمرات وعمارات ومبنيه ومفروشه وسكنه ومدارس وملاعب، ما يبقاش فنكوش، ده اللي حافظ وهيحافظ على استقرار الوطن المصري وعلى الثقه كمان بين الدوله والشعب. الثقه، مفيش استقرار من غير ثقة، ومفيش استقرار من غير تصديق، طبعا في عنصر مهم
في الاستقرار اللي هو الانضباط الامني والتضحيات والشهداء، بس ده مش مجالنا. لكن طول الوقت واحنا بنقول في كل مشاريع الدوله، في كل زي ما في ناس بذلت مجهود تبني وناس بذلت مجهود تصمم وناس بذلت مجهود تنفذ، في ناس بذلت مجهود تحمي وتدافع وتضحي وتستشهد عشان المشروع. يعني وكأن كل مشروع من مشاريع الدولة المصرية من أول مسطورة لغاية قناة السويس، كل مشروع من دول نجح لأنه كان في مقاتل مصري واقف شايل سلاح بيحمي المشروع وأهله. صحيح. بعضهم استشهد وبعضهم أصيب وبعضهم مازال يقاتل، لكن في النهاية ده كله عمل استقرار.